شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. يعني النساء اللواتي لا يجوز لك أن تتزوج بهن. في أنواع محرمين للأبد لا يمكن أن أنت تتزوجهم مهما كانت الأسباب، وأنواع محرمات لسبب معين، بزوال السبب يجوز أن أنت تتزوج هذه المرأة. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب. عد معايا سبع أنواع من النساء لا يجوز لك إطلاقا اللي أنت تتزوجهم، اللي هم بنقول عليهم محارم. وطبعا بيهمنا نعرف هذه التقسيم أو هذا التقسيم ليه؟ علشان المحارم ينفع أسلم عليها وينفع أختلي بيها، يعني يبقى في أوضة إحنا لوحدينا بس، يجوز، ينفع أنظر إليها، ممكن تكون متخففة شوية من الثياب، يعني دراعها باين، رقبتها باينة، شعرها باين، رجلها باينة، ما دام محارم كل ده جائز. ليه؟ لأن دي لا يجوز أن تتزوج منها. إنما ما سوى المحارم طبعا بتغض بصرك، ولا يجوز المصافحة ولا يجوز الخلوة ونحو ذلك. اللي هم مين بقى؟ سبع من النسب بسبب علاقة القرابة، في سبع أنواع، وهن: الأمهات وإن علون، الأم وإن علت. يعني الأم الجدة، أم الجدة، كل من لها ولادة عليك فهي تعتبر أم، كل دول من المحارم لا يجوز الزواج بهن. والبنات وإن زن، بنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنتك وبنت ابنك وبنت بنت ابنك، البنات كلهم طبعا دول من المحارم. البنات وإن نزلنا كده اتنين. قال: ولو من بنات البنت، طبعا مفهومة أي بنات لبنتك كلهم من المحارم. والأخوات مطلقة، يعني الأخت الأم، الأخت الأب، الأخت الشقيقة، كلهم محارم. ممكن تبقى الأخت الأم أنت يعني ما بتشوفهاش كل إلا كل 3-4 سنين مرة، بس هي أختك يعني من المحارم، يجوز تصافحها ويجوز أن تختلي بها ويجوز كل ذلك، إلا لو بقى يعني وجد في زمان انتشر فيه الفساد فيمنع لهذه المصلحة. والأخوات مطلقة، وبناتهن، يعني بنات الأخوات، بنات الأخوات كلهم، سواء كان بنت أختك الشقيقة أو بنت أختك لأب أو بنت أختك لأم، كلهن من المحارم. وبنات الإخوة، يعني الإخوة هنا يعني الذكور، إخواتك الرجالة ليهم بنات، دول كلهم طبعا بنت الأخ، دول من المحارم. والعمات، العمة من المحارم. طبعا ساعات العمات بيبقى برضو عمة شقيقة أو عمة الأب أو عمة الأم، نفس الكلام. طيب ومين تاني؟ والخالات، برضو الخالة اللي هي مين؟ أخت أمك، أخت الأم، فممكن تبقى أخت الأم شقيقة، وممكن تبقى أخت الأم الأب، وممكن تبقى أخت الأم أخت أم لأب أو لأم، كل ده من المحارم. والخالات له أو لأحد أصوله، يعني العمة بتدخل فيها عمتك وعمة أبيك وعمة جدك وعمة أمك وعمة جدتك، يعني عمة أمي من المحارم، نعم، عمة أبويا من المحارم، نعم، والخالة، والخالة خالتك وخالة أبيك وخالة جدك وخالة أمك، يعني خالتك لأمك، أو يعني خالة أمك، دي تعتبر كل ده من المحارم. فهؤلاء سبع من النسب، يعني من القرابة ومن الرحم. تاني: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ وبنات الأخت. وسبع من الرضاع، من الرضاع نظير المذكورات، يعني هم بس من الرضاع. يعني ايه من الرضاع؟ يعني تاني السبعة تاني الأم، يعني ايه أمك من الرضاع؟ واحدة رضعتك، واحدة غريبة جارتك، بس بمجرد ما رضعتك بقت أم ليك من الرضاع. طب دي ممكن تبقى يعني أكبر مني بعشر سنين بس ممكن أتجوزها؟ لا، لا يجوز، دي أمك، أمك من الرضاع.
بس طبعا كام رضعه عشان ممكن تجيب رضعتك مره وسابتك، دي ما تبقاش رضعه محرمه. انما العدد الرضعات المحرمات كام؟ ثلاثة. حد له راي تاني؟ من ثلاثة لخمسة؟ خمسة. اقل من خمسة ما تحرمش. الرضعة ان الولد ياخد الثدي ويتركه باختياري، يبقى ديك اسمها بنسميها رضعة. يعني ممكن الخمس رضعات في مرة واحدة، لو عمل خمس رضعات بقت خلاص امك من الرضاعة. طيب يعني ايه بنتك من الرضاعة؟ ان زوجتك ترضع واحدة، الواحدة دي بقت بنتك. مدام زوجتك رضعت هذه البنت اللي رضعت تبقى امها من الرضاعة، وحضرتك تبقى ابوها من الرضاعة. طيب والبنت اللي رضعت من امك دي تبقى ايه بالنسبة لك؟ اختك في الرضاعة. دي ينفع تتجوزها؟ ما ينفعش. ليه؟ دي اختك، ينفع اسلم عليها اصافح، ينفع اختلي بها، كل ده جائز. ليه؟ لان دي اختك طبعا، الا لو في زمان حدثت فيه مفاسد فيمنع للمفسدة، لكن في الاصل ان دي زي اختك بالظبط، اختك من الرضاعة كاختك تماما. طيب البنت اللي رضعت من زوجة اخيك، بنت رضعت من مرات اخوك، تبقى هي بالنسبة لك ايه؟ بنت اخوك، عشان هي بنت اخوك من الرضاعة. طيب البنت اللي رضعت من اختك، تبقى بنت اختك، تبقى محرم عليك ولا لا؟ محرم عليك. ولذلك اخواننا لازم نخلي بالنا جدا، والست تسجل، لو سايبه بنتها كده كله بيرضع فيها يبقى تقول ايه، لازم تفهم لان ده حرام. لو ثبت ان في رضاع اجتمعوا على ثدي واحد يفرق بينهم فورا، لو عندهم دسه عيال يفرق بينهم، ولا يجوز اتمام هذا الزواج. فلذلك احنا بننصح بلاش الرضاع، يعني ترضعي لي سيبي عيط، انما انت بتعملي مشكله لو نسيتي او نحو ذلك، او الواد كان بيحب البنت بعد كده الولد اختك من الرضاعه، او يعني مش يعني كان عايز يتقدم لها. لكن الرضاع لازم نهتم بيه جدا، لان الشرع يعامله معامله المحرمات من النسب. والبنت اللي رضعت من جدتك ام ابيك تبقى ايه؟ رضعت من جدتك اللي هي ام ابوك تبقى عمتك، صحصحوا كده، تبقى عمتك من الرضاع. افرض ان انت ما عرفتش. ما لو ما عرفتش خلاص، ما انا لو ما عرفتش خلاص، بس المصيبه لو عرفت بعد ما اتجوزت. عشان كده بنقول يبقى في نظام في الرضاع. يفرق. خلاص هو اولاده، بس دي خلاص طلقها. يلا عشان بس خلصنا. والبنت اللي رضعت بقى من جدتك لامك تبقى ايه؟ البنت اللي رضعت من جدتك لامك تبقى خالتك، خالتك من الرضاع. يبقى نفس الامور من النسب او نفس المحرمات من النسب هي المحرمات من الرضاع. خلي بالك المحرمية بتنتشر للام وللزوج او للي رضعت وزوجها، لكن انا اللي رضع اخواتي ما لهمش دعوة. يعني انا رضعت من امرأة دي امي، لكن هي مش ام اخويا، بس هي امي وجوزها ابويا في الرضاع. حتى لو جوزها، خلي بالك بقى، متجوز واحدة تانية، انا ما رضعتش منها، بقت امي من الرضاع. ليه؟ لان المحرمية تنتشر لاصول المرضع، الام وجوزها، وحتى لو جوزها متجوز من نساء تانيين. انا بعيد الكلام تاني، لو هو متجوز من امرأة تانية، بنات المرأة التانية دي تبقى اخوات لي، اللي هو مع اننا ما اجتمعناش على ثدي واحد، لكن مدام متجوز يجي متجوز ثلاثة، والثلاثة دول ليهم بنات، كلهم بقوا اخواتي في الرضاع. علشان مش انا قلت اللي هي تبقى امك، لا هي مش امك، لكن هو ابوك. تاني اخواتي من ابويا مش من امي. يبقى انا رضعت من بالظبط، انا رضعت من واحده، الواحده دي لها زوج، الزوج ده بقى ابويا، الزوج ده متجوز ثلاثه تانيين،
الثلاثة دانيين دول مش دول أزواج أبويا، وبناتهم إخوات من أبويا اللي هو أبويا في الرضاعة. فنخلي بالنا من هذه الأمور لأن الشرع عليها أحكاما شرعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.